أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أخصصه فقط للتعريف بالقناة التي هي منكم وإليكم ولخدمتكم. بطبيعة الحال قناة لو بروف تحماني سي لا شين دو ليكسبير، سي اون شين لتتهم جميع المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي، وممكن كذلك تقدر تكون في خدمة الأساتذة المتدربين. إذن قناة تعليمية بامتياز لمادة اللغة الفرنسية، حطيت فيها الخبرة والتجربة ديالي وكذلك الكفاءة ديالي في تعليم اللغة الفرنسية. إذا غادي تلقاو فيها لا شين دو ليكسبير ان ريجيونو، ليس بالمفاجئ لأني أعرف جميع الامتحانات الجهوية ودرستها دراسة نقدية جيدة وأعرف كل شيء عن الجهوي إلى درجة أنه يمكنني أن أتوقع ما يمكن أن يمتحن فيه التلاميذ في نهاية السنة. إذا هذه القناة إن شاء الله الهدف ديالي هو نريكم من خلال هذا الفيديو، نريكم كيفاش تستعملوا القناة بواحد الطريقة مميزة، بواحد الطريقة إيجابية، بواحد الطريقة اللي غترجع لكم بالنفع بطبيعة الحال. إذا في هذه القناة غادي نلقاو أربعة ديال الأشياء. غادي نلقاو دي فيديو اللي فيهم دي ترافو انكادري اي دي ليكتور. دونك شنو هما لي ترافو انكادري؟ هو داك التقديم ديال المؤلف قبل ما نبداو، دونك خصنا نعرفوا عليه بزاف ديال الحوايج باش ليتود ديالو تتكون سهله. غادي نلقاو كذلك دي ليكتور، الوغ دي ليكتور اكسبليكاسيون اناليز، سوا دي شابيتر سوا دي اكستري. دونك الا قريتي مثلا تيكست دو ليكتور فيه خاصك تمشي، خاصك تدوز دير واحد لا سيونس دو لونغ. الوغ لا، خاصنا دونك قبل من لي سيونس دو لونغ خاصنا ندير واحد طلع على لي زيكزامان ريجيونال. وهنا بطبيعة الحال في هاد القناة راه هي قناة الامتحانات الجهوية بامتياز، لأن غتلقاو فيها جميع الامتحانات الجهوية اللي دازت، إما بشكل فردي يعني امتحان ديال كل جهة، أو غتلقاو الامتحانات اللي تتهم الشابيتر كاملين مجموعين. يعني شابيتر أ غتلقاو كاع الامتحانات اللي كاينين عليه، شابيتر دو كاع الامتحانات اللي كاينين عليه. هذه أحسن طريقة إلا بغيتو تخدمو، خصوصا أن الجهوي ما هو إلا امتحانات جهوية سابقة. دونك أثبتت التجربة أنه الامتحانات اللي ولينا تنشوفو ما هي إلا امتحانات جهوية معدلة، غيروا فيها واحد شوية فقط. غتلقاو كذلك دي لوسون دو لونغ، دونك دي كور دو لونغ افيك اكزارسيس، تتهم جميع المستويات ابتدائي اعدادي ثانوي. وواحد القضية بالنسبة للتلاميذ اللي واخا يكونوا في الثانوي عندهم مشكل في اللغة، من الأحسن يرجعوا لدوك الدروس ديال الابتدائي، راه غادي يستافدوا منهم أكيد. كذلك الامهات اللي تيبغيو يخدموا مع وليداتهم التمارين في الدار، غادي يلقاو هنا دي لوسون اكسبليكي دو مانيير تري تري سامبل، ممكن يفهموا هما ويفهموا وليداتهم بطبيعه الحال. واخيرا لو ديرني فولي هو غادي يلقاو دي زونترينمون على برودكسيون اكريت، دي زونترينمون على برودكسيون اكريت. غتلقاو لي ميثود دو برودكسيون اكريت، كومون الابوري اون انتروداكسيون، كومون الابوري un développement, comment élaborer une conclusion. Ou النقطة النهائية هي لي لايف. دونك كل سبت مع 8:30 راه تندير واحد اللايف تيكون من اقتراح التلاميذ. إذا إلا كنتي أنت عضو في هاد القناة، منخرط في القناة، إذا أنت عندك الحق باش تقترح علينا شنو هو الموضوع اللي بغيتو نديرو في الحصة الموالية
وبطبيعة الحال على راس والعين انا هنا لخدمتكم. دونك اي تلميذ عنده شي مشكل ولا بغى شي درس ما فهموش مزيان وبغى لي عليه اللايف، مرحبا انا رهن الاشارة. هذا هو الفيديو اللي بغيت ندير اليوم، فقط باش نعرفكم بالقناة واشنو غتلقاو فيها وكيفاش تستعملوها، لان الاستعمال هو المهم، لان شحال من واحد يدخل القناة وما تعرفش اشنو خصو يشوف. الى هنا انتهت حصة اليوم، هذا اللقاء التعريفي. شكرا على انتباهكم، شكرا على وفائكم، مزيدا من الدعم، تحياتي لكم جميعا.